رح نتابع محطاتنا مع روى، واليوم رح تخبرنا شو صار بالمؤتمر الطبي لأمراض القلب اللي صار مؤخرا بروما. على صحة السلامة. ايوة صباح الخير. صباح الخير غيدة. بالأول رحتي على روما اللي بتوجع القلب لحتى تشوفي شو عم بيصير بأمراض القلب. بتشفي من أمراض القلب. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. مزبوط، مؤخرا صار المؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، هو مؤتمر سنوي لليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي، صار بروما السنة. وهو إذا بدك هالمؤتمر هو الملتقى الأساسي السنوي لكل أطباء القلب والشرايين بيطلعوا له لحتى يعرفوا شو عم بيصير جديد بهالمجال. السنة كان في شيء كتير مميز، هو ذا هارت تيم، مبدا ذا هارت تيم، بمعنى انه يكون العمل لحل مشاكل وامراض القلب والشرايين تيم ورك، يعني عمل فريق متخصص. أي. عده تخصصات، عده اذا بدك الاجهزه من الطبيب، وتخصصات مختلفه من النيرسز، من الجسم الطبي كله، حتى بالنسبه للمريض كمان، والمريض هو ضمن الفريق، وحتى الجسم الطبي كاطباء في عده تخصصات يشتركوا سوا. فهيدي كتير عم يعني يكون في اذا بدك تركيز عليها وتشجيع عليها، لانه عم تعطي جدوى اكثر لعلاج امراض القلب والشرايين. اكيد بهالمؤتمر كمان كان في احدث واذا فينا نقول الليتست، اخر الابحاث العلميه والدراسات، شو طلع عنا، شو اسفرت عنا النتائج، اي ممارسات هي الانجح من ناحيه الجراحه، من ناحيه مانجمنت او اداره او ضبط او الحد إذا فينا نقول من التجلطات اللي بتصير نتيجة أمراض القلب والشرايين، سواء هالجلطة عم بتكون بالقلب، بالرئة، بالدماغ أو بالأرجل. فعم بيكون في كتير والتوعية على هالموضوع، لأنه طبعا مثل ما ذكرنا يعني انه المريض فعلا بيلعب دور اساسي، لانه هو بده يكون عارف كمان. صح. لانه هو اول شخص بيعمل تشخيص مباشر لحالته، يعني لما بيصير بيتعرض يعني لامور خاصه الاشياء المفاجئه له. مظبوط، هو اللي لازم يعني هو لازم يعمل هالخطوه لحتى يشوف طبيبه ويستشيره. صح. ويتابع معه ويلتزم بالدواء. كمان في الابحاث اللي لها علاقه بقد ايه التزام المريض، مثل ما قلتي قد ايه مهم دور المريض، التزامه بالدواء، قد ايه عم يلتزم بالدواء، ليه ما عم بيلتزم بالدواء، وشو شو اذا بدك العوائق اللي عم تكون لحتى ما يلتزم بالعلاج. طبعا عدا عن اكزيبيشن او معرض كتير كبير للصناعات والادويه والمعدات والاجهزه اللي لها علاقه لعلاج امراض القلب والشرايين، احدث المعدات اللي عم تستعمل لتشخيص افضل، لمتابعه افضل، لمراقبه افضل، ونحصل على نتائج افضل بعلاج القلب والشرايين. كانت المشاركه من كل دول العالم، من كل دول العالم، يعني لبنان مشاركته كانت كبيره، دول عربية، دول عربية أكيد، أوروبا، أمريكا، من كل دول العالم أطباء القلب بيطلعوا لهاللقاء السنوي لحتى يعرفوا أحدث الأمور. كان في مثل ما قلت لك لما بنقول أحدث الدراسات كمان عن الأدوية القلب والشرايين، عم بيكون كان في عدة وركشوبس، وأنا كنت مدعوة لأحضر وحدة من هالورشات العمل اللي هي عم تحكي عن أهمية الدراسات الجديدة لأمراض القلب والشرايين، هي The importance of real world evidence in blood clot management، يعني أهمية نوع أو إذا بدك أسلوب جديد من دراسات لتقييم فعالية الأدوية لحتى نقدر نعمل ضبط أكثر ونحد من حدوث التجلطات اللي بتصير نتيجة أمراض القلب والشرايين. رح أعطيك فكرة بسيطة بس تنخبر المشاهد قد إيه في تطور بهالموضوع. يعني مثلا الأدوية اللي تستعمل لمنع التجلطات، أوكي، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب وخصوصا مشكلة كهرباء القلب، هن عرضة أكثر ليصير عندهم تجلطات، وبالتالي وخصوصا تجلطات دماغيه وممكن بغير اماكن بالجسم مثل ما قلت. لكن هالادويه هيدي اللي عم تنعمل الجديده عم بيتم دراستها لنشوف فائده هالادويه هيدي، وبذات الوقت قد ايه عم بتخفف من مخاطر، لانه الجيل القبل من هالادويه، الجيل الاقدم من هالادويه كان عند في خطر النزيف. فقد ايه فعلا هالدواء عنده فعاليه وقد ايه عم بخفف من خطر النزيف. والاهم انه ريل وورلد ايفيدنس، نحن بنعرف انه لما بيعملوا دراسات بيحددوا مجموعه
من المرضى وبيتابعون وبيكون في بحسب تصميم الدراسي بيكون في فئه عم تاخذ الدواء فئه عم تاخذ البلاسيبو اللي هو عم بياخذ الدواء بس منه الدواء اوكي وبيكون في متابعه وبتكون يعني شروط الدراسه كثير مقيده ومحدوده يعني بروتوكول كثير اذا بدك صارم هون ذا ريل وورلد ايفيدنس اخذوا الطريقه اللي بدنا نشوف خلينا على ارض الواقع مثل ما نقول خلينا على ارض الواقع نشوف شو عم بيصير هالعلاج قد ايه عم بيعمل جدوى قد ايه عم بيكون عنده فائده وبذات الوقت قد ايه عم بخفف لنا من المضاعفات الجانبيه لما بدنا نقيم فعاليه الدواء هو قد ايه عم بينفع وقد ايه عم بخفف من المضاعفات الجانبيه وبهالحاله هو النزيف فبهالحاله عم بيندرس مجموعة أكبر من الناس عينة أكبر عم بيندرسوا بحياتهم العادية يعني الطبيب شو عم بيوصف لهم كيف عم بيتابع معهم شو الجايد لاينز التوصيات كل مريض بحالته مش كلهم عم بيتعاملوا بذات الطريقة صحيح. كل مريض عنده خصوصيته وقدي الطبيب خلال فترة العلاج تقديراته وتشخيصه ومتابعته قدي عم بيغير بالدواء قدي عم بيغير بسواء دوز أو عم بيغير بطريقة العلاج وبالتالي عم بيقدروا يدرسوا مظبوط فعالية الدواء وعم بيدرسوا كمان قد ايه مدى التزام المريض باخذ الدواء صحيح. بحسب الـ WHO منظمه الصحه العالميه التقارير المؤخره اللي صدرتها اكثر من 50% من المرضى وخصوصا مرضى القلب اللي عندهم مشاكل مزمنه بالقلب ما بياخذوا دواء هون اكثر من 50% وهيدا رقم عدد كتير كبير والسبب ليه هو هل لانه مرض مزمن طويل الامد بالتالي المريض بيزهق بيتعب بحس انه ما بقى خلص بس اعطوني بريك خليني اخذ استراحه يا اما لانه الدواء يمكن لازم يتخذ على عده جرعات وبالتالي بحس انه هالشيء كمان عم بيلزمه الصبح ويعني في يا اما انه الدواء ممكن بيمنعه انه ياكل انواع ماكولات معينه وبالتالي رح يحس انه هو صار مقيد انه عنده مشاكل صحيه وبالتالي ممنوع تاكل هالشغله لازم تاكل هيك او مسموح او ممنوع يا اما في متابعه متابعة كتير لازم يعمل فحوصات دم أكتر لازم يراجع طبيبه أكتر كل هالأمور فهيدي عم تندرس أنه يكون الأدوية الجديدة عم بتحل كل هالعوائق فبالتالي هيدي بتحسن بالكومبلاينس يعني بالالتزام باخذ الدواء هيدي كتير بتحسن وبتساعد بصير المريض اسهل لإله ياخذ الدواء التزامه بالدواء افضل وبالتالي عم بيتحمس لحتى يعني يلتزم بالدواء وعم بيلاقي نتيجه افضل صحيح فهيدي كانت الوركشوب اللي حضرتها انا وكانت فعلا كثير مهمه لانه في يعني تفكير جديد ويعني اذا بدك الديزاين او تصميم الدراسات العلميه عم بتكون بطريقه جديده على ارض الواقع عم يشوفوا المرضى على ارض الواقع وعم بيتابعون مع طبيبهم والطبيب عم بيتصرف مثل العادي يعني كيف عم بيتابع مريضه بحالته وتطوره وشو التغييرات اللي عم بتصير بهالحاله عم تندرس النتائج بصوره افضل ف يعني بدي اقول لكل الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب في امور كثير جديده في علاجات كثير جديده ومتطوره وعندها جدوى ونحن بلبنان عم نقدر نستفيد منها فبليز احكوا مع طبيب القلب الخاص فيكم ويكون في نقاش وتعرفوا شو الجديد وتعرفوا شو اللي بناسبكم اكثر ويكون لكم دور بالقرار كمان يعني اكيد مثل ما قلت لانه كل مريض هو حاله بحد ذاته يعني خاصه وانه عامل الوراثه بيلعب كثير دور اساسي طبعا بموضوع امراض القلب والشرايين يعني هون كل واحد لازم فعلا يكون دارس قضيته لحاله ويكون صح. فكر انه هو مش يفكر انه هو مثل مجموعه كامله لا بده يحس حاله دائما هو عنده هالفرديه الخصوصيه المتعلقه صح. فيه واللي قلتيه كثير مهم عامل الوراثي بيلعب دور هيدا ما فينا نتدخل فيه أكيد. مع الاسف لكن في عوامل كثيره اخرى فينا نتدخل فيها بالوقايه بنمط الحياه بطريقه غذائنا بالرياضه بالمتابعه بانه نضبط ضغط الدم والجديد كمان كان ضمن المؤتمر شعار انه نحن بنطلع للقلب بصوره مختلفه بمعنى هلا بطور التطوير والبحث بعد ما طلعوا العلاجات موجوده بالاسواق لكن هلا عم بيتم تطوير علاجات صاروا بالمرحله تقريبا الثالثه اللي هي ربط بين مشاكل القلب ومشاكل بالرئه تاثير هالمشاكل القلب على صحه الرئه او اذا بدك وظيفه الرئه والكلى
فربط بين ربط بين ثلاث اعضاء. يعني شخص اذا عنده كرونيك كيدني ديزيزز، يعني امراض مزمنه بالكلى، هيدا مع الوقت ممكن ياثر على صحه القلب. وبالعكس اذا عندنا مشاكل بالقلب والشرايين ما تم ضبطها وعلاجها بطريقه صحيحه، ممكن مع الوقت تاثر على وظيفه الكلى، والعكس ممكن مشاكل الكلى تاثر على الرئه والعكس صحيح. فربطوا بين هالثلاث اعضاء، وعم بيكون في دراسة شو تأثيراتهم على بعضهم وقديه مهم انه نحافظ. فلما منقول هارت تيم، شعار انه فريق القلب، فاذا صار في عدة تخصصات عم تدخل على الموضوع، صار في بتنسيق بين هالتخصصات وبين الاطباء. فهي كتير مهم، يعني مريض القلب بدنا نطلع له بصورة هوليستيك، يعني بصورة كاملة، مش بس عم نعالج القلب، عم نعالج اذا في مشاكل تاني بالجسم باعضاء تاني، سواء بالكلى او بالرئة او اي مشاكل تاني. والاهم انه نتجنب التجلطات، يعني أكيد. هيدي عفوا كثير مهم، وهي كان عندها سيشنز كثير اساسيه وحلقات نقاش وعرض دراسات عن هالموضوع، لانه اكيد بهمنا هذا الموضوع للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب والشرايين. فهيك هي نظره سريعه للمؤتمر اللي كان عن جد غيدة، بتحتاري شو بدك تشوفي وبتحتاري شو بدك تتابعي، لانه امور كثير جديده وبدنا نجرب ناخذ قد ما فينا ونستفيد ونتعلم. اكيد الاطباء عندهم الجلسات الطبيه والعلميه، لكن كمان كان في للاعلام المتخصص، الاعلام الصحي المتخصص، كان عندهم جلساتهم الخاصه اللي انا حضرتها، وبتتعلم كثير قصص جديده. هلا بكره رح يكون عندنا حلقه مفصلة عن مشاكل القلب والجلطات اللي بتنتج عن أمراض ومشاكل القلب وكيف نقدر نضبطها بالتفصيل، فتابعونا بكرة. أكيد، شكرا كثير روى، رح نرجع نشوفك فإذن بكرة بعالم صباح. رح نتابع بعد لحظات بروبيوتيك بلاس مع دكتور كرم، ومن بعدها شو في معلمة، خليكن معنا.